وعقولا. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى. واش هذا واش كتعرف واش قبل المعلمين وفيه تبجيلا كان المعلم أن يكون رسولا. والمعلم هو اللي علمكم هاي اللي كتضربوا فيه. والمعلم هو اللي علمكم. والمعلم هو اللي رباكم. وأسيروا سلسلة أمليين يردوا لنا بلادنا. وبلادنا راح الاستعمار الإسباني. ما يمكنش نقبلوا بلادنا تبقى مستعمرة. ورجال التعليم دابا دابا واحد الصحفي أجنبي غايقول لك راه مقربة في المغرب. والمغرب أش فيه؟ فيه رجال التعليم كيطالبوا بحقوق عادلة ومشروعة وطبيعية. نقول هنا لا نعادي الأمن. حنا كنطالبوا الأمن بحقوقه ولكن يطبقوا القانون في إطار القانون. يطبق القانونية في إطار القانون. اش استفدت انت ديال الشابو ديال الحديد؟ وانا راه فيلاسوف تضربني ولا فيلاسوف؟ كنعرف هايدجر، هيجل، ماركس، انجل، تجي تضربني انا حمار، انت حيوان، حيوان، تضربني انا فيلاسوف؟ كاين كاين هادشي؟ من كيران شاتيت عند في فرنسا قالت كافرة. والمعطي مجيب قال لك ممنوع عليه الدواء. شوفوا هاد العار، يا للعار، يا للعار، يا للعار، يا للعار. خليوا المغرب راه جميل وخليوا نهار نهار. انا قلتها في السجواء، قلتها في فيديو مباشرة للملك. وقلت له كنتمناو غير شي نهار نجيو نديروا مظاهرة مليون. وكتعرف المغاربة راهم تيحبوا السجن والمغاربة ضد الإرهاب. أصلا من المغربي ما يرمي حجرة ويمشي العالم يتحدث علينا يقول لنا المغرب الجميل اليوم داير مظاهرة فيها مليون وكلشي ضاحك ولاعب تيضحكوا تبع الأمن. والله إلا قلتها له الملك كنتمناو